حديث عن سعر الصرف، ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور باسم جميل أنطوان. مرحبا بك دكتور باسم. يعني ما هي أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وما هو أيضا دور البنك المركزي في ضبط سعر صرف عادل يحقق الاستقرار يعني للسوق المحلية؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة يوتيوب الفضائية. بداية أحب أن أزف التهاني للشعب العراقي ولكافة المسيحيين في كل أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملا أن يحقق الاستقرار والأمان والسلام للجميع. وهي مربوطة طبعا، عندما يحقق السلام والأمان يستقر الوضع الاقتصادي وتستقر العملة. وهناك أسباب طبعا أدت إلى ارتفاع سعر الدولار قياسا بالدينار العراقي. أولا أن البنك المركزي بتوجيه من البنك الفيدرالي الأمريكي لاحظ أنه الدولار ده يذهب إلى جهات مجهولة، فطلب أن يجري استقصاء عن حقيقة هذا الصرف للدولار، أين تذهب المضاربين، أين يذهبون به لكي يعرفوا الاتجاهات. فالعملية وضعوا منصة تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام لمتابعة هؤلاء. هذه العملية التأخير أدت إلى قلة العرض، وهي عرض وطلب، عندما يزيد العرض ينزل السعر، يكون طلب أكثر من العرض يصير تخلخل بالسعر. فتأخير عرض الدولار صار أدى إلى شحة، لكن البنك المركزي هو دورة استقرار الدولار بدأ يفكر بطرق عدة. الخطوة الأولى اللي اتخذها هو البيع بالاعتمادات المستندية Letter of Credit بسعر 1455، أي أكثر من 5 نمر إلى 10 نمر، أقل من السعر اللي يروح به الحوالات والنقدي. هذه خطوة من الخطوات. خطوة أخرى أنه بدأ يفكر في زيادة منافذ التوزيع للدولار للرافدين وجهات رسمية أخرى ستعمل على يعني خفض الدولار، وربما هناك أساليب وطرق أخرى فقرات يقدم عليها البنك المركزي تؤدي إلى خفض الدولار. طبعا المضاربين لعبوا دور، يعني كما تعلمون عندما قام ببعض المصارف باستغلال هذا الظرف والعمل على جمع الدولار واحتكاره، خلقوا نوع من الرعب والخوف عند كثير من المواطنين البسطاء. بدأوا يحولون ما لديهم من دينار إلى دولار، صار طلب أكثر من العرض. عندما يقدم البنك المركزي على طرح كميات من الدولار تصل إلى 200 مليون يوميا عبر 5 أيام، سيكون هناك عرض أكثر، لأنه لا يمكن أن يطبعون دينار عراق ويشترون، ينتهي الدينار فتنحل جزء من المشكلة. طيب. إضافة إلى أن نعم. يعني ما هي الإجراءات إذن الحكومية الجديدة لمعالجة هذه الأزمة؟ هل تسهم الخطوات الأخيرة بيع الدولار للمواطنين عبر طبعا المصارف الحكومية في الحد من هذا الارتفاع؟ بالتأكيد، يعني هذا وبعد إجراءات البنك المركزي متمكن. البنك المركزي يمتلك أكثر من 90 مليار دولار، هذه الكميات لا يوجد مقابلها دينار عراقي بالخارج. كما أن عملية مطاردة الفاسدين الذين قاموا بأعمال كما عرض تلفزيون العراق الفساد المستشري، بدأوا يخافون ويحولون مبالغهم إما لخارج العراق ويطلبون دولار بأي سعر كان أكثر من ما يعرض بالبنك المركزي، صار هذا الطلب صار تهافت وصار طلب على الدولار. يحاولون تحويل الدينار الموجود إلى دولار، لأنه أن يضم الدولار أسهل من أن يضم الدينار العراقي بكميات كبيرة، وبالتالي خلقوا هذه الأزمة. الوضع العام بالبلد، يعني عندما أكون انكماش اقتصادي، تعرفون الجذر من المشكلة هو أن العراق مو بلد إنتاجي للسلع والبضائع، بل أغلبها استيراد واستهلاكي. هذا الاستيراد الحقيقة لو كان إنتاج حقيقي بالداخل لخف الطلب على الدولار وبدأ التصنيع المحلي.
طيب كيف ينعكس الارتفاع في سعر صرف الدولار على حياة المواطن اليومية وعلى القدرة الشرائية له؟ هي هذه المشكلة كبيرة. يعني تعلمون أنه هناك طبقات هشة بالمجتمع أكثر مشترياتها هي جاية عن بضائع وسلع مصنوعة بالخارج، بالأخص يعني طبقات الهشة الفقيرة، يعني يعمل على زيادة نسب الفقر، بطالة. لو قام الحكومة العراقية وأقدمت فعلا على توزيع حصة تموينية إضافية سيخف الطلب على السلع والبضائع من ضمن الحصة بسعر بدينار عراقي يسدد، راح يخف الطلب على الاستيرادات، وبالتالي عامل مساعد على خفض قيمة الدولار ويصبح ميسور. يعني طبقات الفقيرة ضعفت قوة الشراء، بدلا أن يشتري 8 صمونات بألف دينار سيشتري 6 صمونات أو 5، وهذا يأثر بشكل كبير ويقل يعني الطلب ويصير انكماش اقتصادي. كما لاحظنا في فترة العيد لم يكن هناك تسوق وحركة شراء واسعة وكبيرة بالنسبة لكثير من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج. نعم دكتور، إلى أين تتسرب العملة الصعبة التي يضخها البنك المركزي العراقي في مزاد عملة مستمر منذ عقدين؟ يعني لماذا الآن تتفاقم مشكلة الصرف ونقص الدولار في السوق المحلية؟ يعني هؤلاء المضاربين موجودين دائما، شغلتهم هذه الرئيسية كما كشف البنك المركزي، هذه ال4 مصارف اللي كانت تشتري دولار بكميات كبيرة ويهرب قسم من الخارج. بدأت عملية يعني متابعة ورقابة من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة أين يذهب هذا الدولار، ومعروف يعني عمليات يومية المطاردات المرتشين والمهربين انكشفوا أمام الحكومة، وهناك إجراءات صارمة إذا استمرت طبعا، لأنه هذه قوة الشعب وحياة البلد وحياة الطبقات الفقيرة. بدل أن يشتغلوا لبناء آلة إنتاجية في مصانع ومزارع ونحقق الأمن الغذائي الكفاية الذاتية سيخف الطلب على الدولار، وفي نفس الوقت نشغل العمالة العراقية ونقلل نسب الفقر ونحقق إجراءات سليمة في بناء اقتصاد معافى. نعم الخبير الاقتصادي الدكتور باسم جميل أنطوان، شكرا جزيلا لك.